يونس زكريا كمنخرط داخل نادي القنيطري، تبعنا عبر تقنية زوم. التدخل ديالك في الجمع العام انك ما كنتيش راضي على جميع الاحداث كاع اللي دار في الجمع العام، بغيناك توضح للمتابعين ديال قناة اخبار الفجر المغربية ماذا وقع في هذا الجمع العام. في البداية لازم الشكر لكم انتم كصحفيين قنيطريين غيورين على النادي القنيطري وكهذا المنبر هذا اللي دائما كيشرفنا. بخصوص الجمع العام، الجمع العام كنعرف مجموعة من الخروقات اهمها غياب ممثل الجامعة. ممثل الجامعة ضروري في الاجتماعات الجمعة العامة، ضروري خصو يكون حاضر. هذا الجمع العام كان الغياب ديالو، بالإضافة إلى أنه حنا كمنخرطين لم نتوصل سواء بالتقرير المالي أو الأدبي في الأجل المخولة قانونا في القانون 30/09، بالإضافة إلى أنه لائحة الترشيحات ديال المكتب ما عرفناهاش. دونك بزاف ديال الخروقات كانت في بلاصة واحدة اللي كانت كضطرنا أننا نطالبوا بإلغاء أو تأجيل الجمع العام، ولكن داك الشيء ما تحققش ومشاو في المسار اللي كانوا هما باغينو ونجحوا اللائحه ديالهم. هذا الشيء اللي كان. فاحنا لاحظنا ان بحال هاد كانت مسرحيه زعما مكشوفه، الى درجه انه كانوا كيمنعوا الصوت على المتدخلين اللي غيعرفوهم غادي يحرجوهم. اكيد انها كانت مسرحيه، ومسرحيه الخطوط ديالها كانت واضحه من البدايه. على اول حاجه بانه حنا في جمع عام انتخابي، في القانون ما كاينش جمع عام انتخابي عبر تقنيه الزوم. جمع عام انتخابي ضروري خصو يكون حضوري، هذا من جهه. من جهه ثانيه كانوا مجموعه من المنخرطين اللي معروفين في الشارع القنيطري كانوا كيظهروا ويختفيوا في ان واحد. نعطيك مثال، انه في البدايه اثناء قراءه التقرير المالي والادبي كنا لاحظنا غياب الكاتب العام. اللي نورمالمون في جميع الجموع العامه كان هو اللي كيقرا لنا التقرير الادبي، كان غياب ديالو. ومني وصلنا لمرحله ديال التصويت على اللائحه، هنا ظهر الكاتب العام كاين معنا في تقنيه الزوم وكيصوت. يعني كانت واحد المسرحيه كانت واضحه، علاش انا ما غاديش نناقش معك التقرير الادبي اللي انت كاتبه وتجي تصوت على لائحه اللي حتى واحد ما عارف شكون فيها ما عدا الجيل القديم اللي كان ديجا اتفقوا في المقاهي، راه كانوا اتفقوا على اللائحه. والحاجه اللي كانت غريبه هو ان بعض الاعضاء ما وافقوش على التقرير المالي ولكن كيوافقوا على الاستقاله ديال الرئيس. هذا العبث بعينه. ان استقاله الرئيس راه كانت تحطات تقريبا جوج الاسابيع، يعني ما خصهاش تاخذ واحد الحيز زمني في الجمع العام. اللي كان خصو يتناقش هو التقرير المالي، والتقرير المالي الصدفه هو انه التقرير المالي تم رفضه من الاغلبيه المطلقه. يعني اللي صوت على التقرير المالي أربعة أشخاص من 70 منخرط. التقرير المالي الآن ملي كتلقى النائب الرئيس اللي هو الرجل الثاني في الفريق كيصوت بلا، النواب النائب الكاتب العام كيصوت بلا، الكاتب العام ما كيصوتش، باقي المستشارين كلهم صوتوا بلا. كنظن هنا خصنا ندقوا ناقوس الخطر، أن الناس في المكتب كيصوتوا بلا، يعني ان هناك شبهه فساد. كيقول لك بان كاينه شبهه فساد. اليوم حنا صوتنا على التقرير المالي بالرفض، مزيان، شنو الخطوه المواليه؟ هنا الناس اللي في المكتب خصهم يقولوا لنا شنو الخطوه التاليه. راه رفضنا التقرير المالي، الوغ شنو غنديروا؟ واش غنمشيو للمجلس الاعلى للحسابات؟ واش غنمشيو للمحكمه؟ شنو غنديروا؟ لان ضروري خاص المحاسبه. التقرير المالي ملي كيتم الرفض ديالو هذا راه اوتوماتيكمون كيقول لك بان كاينه شبهه فساد، نديو المفسد للمحكمه وكل ذي حق ياخذ حقه. يعني هو فريق النادي القنيطري تم الخطف ديالو من القنيطريين مع المترشح السي رماش. رماش اول شيء دار هو لي كونط ديال الكاك اللي كانوا في قنيطره حولهم الرباط، لي فيرمون كيتحولوا من الرباط، اللقاءات مع المكتب كانت كدار في الرباط. يعني ان المدينه ان الفريق تم تخطف من قنيطره مشى الرباط، هذه مع بدايه دور رماش. الوغ ملي مشاو للخبير المحاسباتي يمشي للدار البيضاء راه مساله عاديه، لان مادام نتايا الماليه العامه ديال النادي كتسير من الرباط فاكيد غنجيبو لك المحاسب من الدار البيضاء. لا، من غير 6 دراهم. راه لاحظتي بانه خلال الجمع العام كانت شي اسرار كتخرج لان اول مره كنكتشفوها. الرئيس تيقول لك بانني من بعد 30/6، من بعد يعني السنه الماليه ديال النادي، راني فيرسيت فلوس للنادي، فيرسيتهم بين طريقه
في إن كونت بأي طريقة، أمين المال كيتصارع مع أمين المال الحالي، أمين المال السابق كيتصارع مع أمين المال الحالي، كيقول لي راني سلفتك 2000 درهم ردها ليا. شوف الحالة فين وصلت لك، الحالة اللي ولينا في الجمعة العامة بلاص ما نناقشوا ميزانية العام الماضي والميزانية المرتقبة للسنة المقبلة، كنلقاو بأن أمين المال السابق كيقول أمين المال الحالي راني سلفتك 2000 درهم ردها لنا. راه وصلنا للحضيض، وصلنا للحضيض. وهاد اللائحة أنا بعدا بالنسبة لي السي وشواش راه دايرينو في حالة تقول واحد الظل، الناس أخرين كيسيروا. السي وشواش عمرو سير شي فريق، عمرو ما سير حتى شي جمعية عادية. يعني أول مرة غيسير النادي الرياضي القنيطري، يعني ما يمكنش. ثاني حاجة الأعضاء اللي معاه في المكتب تقريبا كلهم كانوا في المكتب ديال السي الرماش، اللي عرفنا النهاية ديال الفريق كيفين وصلات، أننا في الهوات. يعني هاد الناس هادو هما اللي كانوا سبب في سقوط النادي القنيطري للهوات، وهما الآن اللي كيسيروا. بالإضافة إلى أنه إلا شتي لي سيفي ديال هاد الناس اللي كاينين دابا اليوم في المكتب، فراه ناس لا حول ولا قوة لهم. يعني كاين ناس اللي عبارة ما كنطيحوش من القدر ديالهم، ولكن مستوى الدخول المادية ديالهم ما كتسمحش لهم أنهم يساعدوا الكاك في حالة الحزة. وكاينين الناس اللي بدون وظيفه، كاين الان اليوم كاين واحد في المكتب راه ما خدامش في خطره، وكاين الناس اللي هما على قد الحال، وكاين الناس اللي في المكتب عندهم شبهات فساد في العمل ديالهم. يعني حنا كنعرفوا حنا قنيطريين، وقنيطره مدينه صغيره وكنعرفوا بعضياتنا. كاين المكتب الحالي لا يشرف ان على مستوى الكفاءات الاداريه والتسييريه، او على مستوى انهم رجال اعمال ورجال قادرين على انهم يهزوا الكاك في حاله المحنه. حنا ناس تربينا بالقانون، قرينا القانون، وكنامنوا بشي حاجه اللي حنا فيها هي دوله الحق والقانون. انا غناخذ المسار القانوني اللي كيسمح لي به القانون 30.09 كمنخرط، من حقي نطعن في هاد كاع هاد الخروقات اللي كاينين، وغنمشيو للقانون. نصفنا القانون حنا، ماذا بينا؟ عطاهم الحق هما القانون، غنخليو ليهم الفريق والحكم في النهايه في الاول ولا في الاخر النتائج. والجمهور راه عارف شنو طالب. الجمهور دابا عارف السي زكريا، ايمن زكريا، بغيتك تزيد تقدم نفسك اكثر للجمهور اللي ما كيعرفكش بزاف. وهذا السؤال تطرح لي من العديد من الاصدقاء اللي ساكنين معايا حتى في الحومه وفي الحي. انا نورمالمون ملي دخلت للكاك ماشي داخل باش نقلب على الشو ولا نقلب على ندير سميه ولا شي حاجه. الحمد لله حنا كنشتغلوا في العمل الاجتماعي، العمل الاحساني، العمل الخيري اللي تقريبا طيله السنه الناس كيعرفونا في هذا الشيء. هذا الكاك دخلنا ليها الحب ديالنا والغيره ديالنا والتاريخ ديال الوالد ديالي مع الكاك، هذا الشيء اللي خلاني نجي للكاك. انا تقريبا دابا راه 3 سنين في الكاك، 3 سنين وانا كنشتغل مع اللي جاب الله. يعني تحطيت في شي مهمه نقدر نديرها، واخا انني ان المبادئ ديالي ما كتسمحش لي انني نشتغل مع واحد الناس. قلت الاخوان ديالي المنخرطين، قلت لهم انا راه يمكن لي نشتغل معكم، ولكن في حاله واحده، انا راه هي الخطوط الحمراء وكاع المفسدين اللي كانوا في الكاك يتنحاو، وانا مستعد بالخبره اللي عندي في المجال الرياضي نعاونكم. ما توافقناش، قال لك دوك الناس يبقاو، قلت لهم مادام دوك الناس يبقاو انا نتنحى، وتنحيت ورجعت للور. وكنت كنحاول ما امكن انني نساعدهم بالافكار ديالي عبر واحد التطبيق الواتساب. عندنا واحد المجموعه، الا كانت عندي فكره ولا كانت عندي شي مساله كنت كنحاول نتواصل معاهم ونعطيها لهم. اكثر من هكا ما نقدرش نديرها، لانني ما نقدرش نبيع المبادئ ديالي على ود واحد. انا سنوات وانا ما كنقدرش نشتغل انا وياه. المحصله راه كانت راه الكاك في الهوات. يونس زكريا هو ابن مدينه قنيطره، خريج جامعه محمد الخامس للحقوق، اجازه في الحقوق، خريج كليه ليبيا تكنيسيان سبيسياليزي اون انفورماتيك دو جيستيون. كنت اشتغلت في عده شركات كمستشار اقتصادي ولا برودكت مانجر في بعض الاحيان. واليوم عندي كنتوفر على 2 مكتبات خاصه ديالي كنشتغل فيهم، هذا هو الخدمه ديالي.